سامعين شوارع عمان كنا ودخلتك على شوارع عمان وبالمناسبة عروب إلها مقالات كثيرة وفقرات كثيرة براديو طبعا عربي وعالمي وبتحكي فيها عن عمان وشوارع عمان. أهلا وسهلا فيك محمد. كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. ينعاد عليكم بألف صحة وسلامة يا رب. أهلا وسهلا فيك. شوارع عمان انت سامع يا رب. شو شوارع عمان؟ إنتاج التلفزيون الأردني طبعا. شو شوارع عمان؟ احكي لنا شوارع عمان. هسا عجقة هذا الشيء اللي ما ذكرناه في شوارع عمان انه مرات بتأزم بس يعني دائما بحكي القصة هاي للناس انه صار معي موقف برا البلد مصر. سألوني سؤال انه ايه عمي انتوا عندكم حرب ولا ايه؟ فانصدمت جد بقول له ليش؟ بقول لي اغانيكم بتقول كده. اغلب الاغاني اللي عم تنزل على السوق كانت يعني للاسف يعني بتعطي طابع غير قد ايه بنحبها بس قد ايه هجوميه ببعض الاحيان. ليش هجوميين يعني؟ احنا والله اننا بنضحك والله اننا بنحب عمان بنحب بعض كثير دمنا خفيف كثير. الكوميديانز في الاردن هسه طالعين بشكل مش طبيعي في الوطن العربي. انت بس شوف على السوشيال ميديا اي قصه بتصير بالبلد 100% يعني من وقتها نفسي اسمع لعمان اغنيه يعني زي ما بنغني لحبيبتنا للزوجه ولل دافيه دافيه الاغنيه. نحب هاي البلد ونحبها يعني مثل ما هي. يا رب تضلها دائما هالبلد. بتعرف انا بصراحه بدنا بفرحه. يمكن يا حبيبتي انت عم تحكي بس هيك لمعت عينه وهو عم بيحكي عن عمان. يمكن انا ما اتصلت فيك وباركت لك على الاغنيه بس صدقني كل ما افتح عليها ما اقدر اكملها لانه مش عارفه هي دموع ايش. حب فرح مش فاهمه ايش الدموع اللي بس تيجي سيره عمان. عارفه قد ايه بروح عواصم عربيه وطبعا انت فنان بتلف وبتعرف مهما كانت العاصمه اللي رايحتها او المدينه جميله بس اوصل اشم هوا عمان وفعلا مش مبالغه ولا يعني اكيد كل حدا هلا فاهم علي شو عم بحكي بس هيك تنزل الطيارة على الأرض عمان بحس إشي أمي حضنتني. آه صحيح. يعني شعور لا يوصف. أنا بس أفتح باب الطيارة وأشم الهواء بتختلف الحياة. مهما أنبهر بالمكان اللي كنت فيه بضلني أقول بنتي أروح عمان. سبحان الله. بعد ليمت معين. بتعرفي عمان لكل اللي سكنها هيك حتى مش بس إلنا الأردنيين يعني كل حدا سكن بعمان من أصدقاء بعرفهم أو حتى أقارب من جنسيات أخرى دائما بحسوا إنه بس يقعدوا بالأردن بحسوا أو بعمان بالذات بحسوا حالهم انه وين ما راحوا محل ثاني انه لا خلاص في كثير اطفال بعرف عراقيين وتربوا بالاردن وسافروا عاشوا هلا ببلدان ثانيه بيقول لك لا زي عمان ما في مع انهم عايشين ببلدان يعني متقدمه جدا ووضعها كمان ممتاز ولكن هم بالنسبه لهم عاشوا احلى ايام حياتهم بهاي المدينه وبيعتبروها انها هي المدينه الاقرب لقلبهم. صحيح. يعني هذا الحكي بدي اخصه هي هاي الذكريات اكيد بتطبطب على الواحد هيك لما يكون متضايق زي حبك لهالاطفال اللي موجودين اليوم. شو رايك تروحي وتزوريهم؟ انت حابه تروحي تزوريهم؟ يا جماعه الموضوع مش دراما ولا حب. لا لا ابدا لا لا بس الفكره جد ما بيعرف قيمه عمان الا بيطلع منها بحياتي. كل ما طلعت على اي عاصمه عربيه او اجنبيه الا ارجع ابوس الارض اللي هون. والله العظيم انا مرات امسك شنطه ابوس بالمطار بصراحه. والله انا بالمعلقه بس طب انا حسلم عليكم بما انه اجوا ضيوف احلى مني. انت الامان انت الامان يا الله. اولها اجوا ضيوف احلى منا اصلا. والله ستي يعني انا احنا اول مره نلتقي بس انا كثير مبسوطه اللي تعرفت عليك. مين ما بكون مبسوط بوجودك يا قمر وبتمنى لهم كلهم التوفيق اللي اجى قبلي واللي راح يجوا بعدي كلهم اخواني واصدقائي. قبل ما تقولي لي قولي لنا كلمه. اوكي قولي لنا كلمه. دايما محتل مكانك. ان شاء الله ما اكون ضيفه ثقيله عليكم وكل عام وانتم بخير وما بدنا نعيد بس ان شاء الله دائما نضل بخير مدى الحياه الاردن والشعب الاردني وبتمنى الوطن العربي كله يكون بخير. انتظروا دائما جديدنا واعطونا ارائكم لانه بنحب اذا كان في شيء غلط انتم تقاومونا لانه احنا فيكم بنكبر ومبسوطه كثير بشوفتكم. كل عام وانتم بألف خير. انا حروح عند حبايبي بعدين امشي. اوكي يلا. كل شكر لغادة عباسي ولسه كنا عم نحكي هيك ومتذكر أنا ورافع وأكيد إعلاميتنا عروب عم نحكي عن أغاني شو فيها ووقت الفرح اللي كان إذا دقت الساعة عليه خلاص لازم كلنا هيك على الأربعة نصف حتى ندندن شوي أغنية وقت الفرح.
ايوه مندلها. شو رايك؟ يلا مندلها على العروض. يلا شوفيها لو رنت ضحكه عشفافك واهتز الكون، شوفيها لو كل من شافك بيفكر انك مجنون، شوفيها لو رنت ضحكه عشفافك واهتز الكون، شوفيها لو كل من شافك بيفكر انك مجنون، شوفيها شوفيها. ما حدا اجى عملها، ما حدا اجى عملها. بدي اسلم على الاستاذ محمد الظاهر اللي كتب هاي الكلمات كل اغاني وقت الفرح، والاستاذ وائل الشرقاوي كمان اللي لحن كل اغاني وقت الفرح. حقيقه كان فريق عمل رائع جدا، ويعني انا كنت الله بحبني اني اشتغلت مع فريق عمل رائع جدا. جد حتى من قبل وقت الفرح، من ايام ما كنا نعمل استوديو الاطفال مع ست اميلي زبانه واستاذ ميلاد خوري والمجموعه، كان في جو كثير حلو الحقيقه، واستمر لما عملنا وقت الفرح مع الاستاذ اياد الخزوز ومع استاذ شحاده درابسه مع استاذ اسماعيل مهيرات، مع مجموعه كبيره من الاصدقاء. اسماء كبيره طبعا الحقيقه. فكان ايام حلوه مع مع مي، ما بدي انساها لانها من اجمل الناس اللي اشتغلت معهم. مي نسور من لا يعرف مي نسور، حبيبه قلبي. فالحقيقه انه كانت اوقات حلوه، وهلا عم بيكون معي فريق صغير لكن كمان جميل جدا، رودا حدادين ولايث حلاوة وابراهيم وزهرة ومجموعة. احنا كتير صغيرة لكن عم نحاول ان نعمل اشي مختلف. شو التحديات اللي عم بتواجهوها هالفترة عدو، خاصة بقصة اليوتيوب شانل، القناة اليوتيوب؟ هلا التحديات انه نحن عم نبني معرفة في هذا المجال اولا. التحدي الثاني هو المحتوى، لانه عم نحاول انه يكون محتوى يعني الصغار حابينه وبدهم يشوفوه، وعم بيعمل فرق بنوعية المعرفة عندهم. والإشي الثالث اللي هلأ جديد عم بنتبه له الحقيقة، هو موضوع إنه الإنترنت لفئة معينة بناخدها إحنا مسلم به، لأنه نحن معانا تليفونات 4G أو 3G أو مثلاً عنا بالبيت اشتراك سنوي. لكن هذا الإشي عند فئات معينة من الناس عم بشكل تحدي، لأنه بالنسبة لهم بدهم يعملوا داونلود، وهذا الداونلود بياخد من تنزيل بياخد من الاشتراك تبعهم، أو هو البفرنج نفسه بالداونلود يعني. بياخد فلوس وبياخد وقت منهم ممكن يستغلوه بأشياء تانية. فهذا الإشي هلأ مثلاً من التحديات اللي هلأ عم ننتبهلها نحن، انه يعني في هلا فكره انه تروحوا للتلفزيون كمان بالاضافه لليوتيوب؟ بنحب انه نكون مع التلفزيون وليس نروح للتلفزيون، لانه انا بعتقد انه اليوتيوب هو المستقبل بالنسبه للجيل الجديد. ما حدا حيطلع على التلفزيون كجهاز، مش كاسم او كمحطه. وزي ما انت شايفه التلفزيونات كلها عم بتصير هلا كمان سمارت تي فيز، كلها فيها يوتيوب، عم بيشوفوا المحتوى اليوتيوب على التلفزيون، على شاشه التلفزيون. فانا بعتقد انه اليوتيوب او يعني الانترنت والنيو ميديا هي المستقبل، ولكن انا كثير بحب انه يكون في تعاون مع تلفزيون وانها تنحط هاي الماده على التلفزيون ان شاء الله، عشان اكبر عدد من الاطفال يشوفوها. اكيد والفائده تعم للجميع. صحيح. الاطفال، لانه نحن بالاخر عم نقول انه نحن عم نعمل لإثراء المحتوى العربي. صحيح. لإثراء الثقافة العربية للأطفال، مش عشان نقول والله إحنا عملنا الإنتاج الفلاني أو النجاح الفلاني. أنا بعتقد إنه نجاح أي شيء هو بالآخر نجاح إذا وصل للناس اللي هو معمول عشانه. صحيح. إحنا كمان نستقبل أكيد، ما ننسى فناننا الأردني اللي فعلياً انبسطنا جدا انه لرجعته للساحه الفنيه، توني قطان طبعا، وقهوتكم مشروبه اليوم بدنا نشرب هالقهوه بوجوده. اكيد نشوف هالفيديو كليب وراجعنا نستقبل توني قطان.